أضرار مادية في صحة السمك في منطقة الرمل الجنوبي نتيجة تنين بحري تسبب بتطاير الأسقف وإصابات بين العاملين في السوق وتم نقلهم إلى المشفى. بتكليف من محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال، تفقد عضو المكتب التنفيذي دوريد مرتكوش، يرافقه رئيس مجلس المدينة ومدير الهيئة العامة للثروة السمكية والموانئ والشركة العامة للصرف الصحي الموقع لمعالجة وإزالة الأضرار. وتعمل ورشات مجلس مدينة اللاذقية والشركة العامة للصرف الصحي وفرع الشركة العامة للمشاريع المائية على إزالة الأنقاض والردم في ساحة السمك، واقتصرت الأضرار في حي الرمل الجنوبي على ساحة السمك فيما لم يصل تأثير التنين البحري إلى المنازل القريبة منه. وللاطلاع على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ دوريد مرتكوش، عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع المواصلات والنقل والإنشاء والتعمير والكهرباء. أهلا وسهلا فيك أستاذ دوريد. أسعد الله صباحكم بكل خير. يعطيك العافية. الله يعافيك مدام. أستاذ دوريد، لو سمحت بس تعطينا تفاصيل أكثر عن الإجراءات التي اتخذتها محافظة اللاذقية بتوجيه من السيد محافظ اللاذقية عامر إسماعيل هلال حول هذا الموضوع لو سمحت. علمنا صباحا في تمام الساعة 8:57 صباحا ضرب تنين بحري ساحة السمك أدى إلى خروجه عن الخدمة نتيجة تساقط السقف المهترئ، وهو أي للسقوط بالأساس ويحتاج إلى صيانة إذ أنه تم تركيبه منذ أكثر من 10 أعوام. بناء عليها وعلى توجيه السيد محافظ اللاذقية، توجهت مع مدير عام الثروة السمكية والسيد رئيس مجلس المدينة والسيد مدير عام الصرف الصحي والمدراء المعنيين في مركز المدينة ومدير الأملاك البحرية لدى الإدارة العامة للموانئ إلى الموقع، واطلعنا على الأضرار. نعم. إذ أن الأضرار المادية هي جسيمة جدا أدت إلى خروج ساحة السمك عن الخدمة بشكل كامل. أما الأضرار الجسدية فهناك 5 إصابات، 2 منهما قد تذكر وهما صفيفتان لم تستدعي جروحهما دخول المستشفى، تواجدوا في ساحة السمك، تم إعادتهم مباشرة إلى الساحة وهم على أكمل وتمام الصحة والعافية. تم تكليف كامل الورشات من الجهات المعنية بتسليك الصرف الصحي وإعادة صيانته ومنع الاهتزاز المتواجد في الشبكات الحديدية حفاظا على سلامة نقل المواطنين، وإضافة إلى ورشات مديرية نظافة اللاذقية لتنظيف ما هو متواجد على الأرض وعلى كامل محيط الحي في الرمل الجنوبي في الرمل الجنوبي، إضافة إلى مديرية خدمات والصيانة والروافع اللازمة مع الورشات اللازمة لإزالة ما تبقى من السقف المهترئ. تم استدعاء ممثل فرع الشركة العامة للبناء والتعمير باللاذقية الموجه إليها صيانة بعض الأمور بناء على شروط عقدية مع مجلس المدينة. اجتمعت اللجنة المكلفة وأعدت تقريرا توضيحيا للسيد المحافظ. طالبنا بموجب هذا التقرير أن يتم إرسال تكليف مجلس مدينة اللاذقية وفرع الشركة العامة المائية بإعداد دراسة وكشف تقديري مالي لإعادة الصيانة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه وأفضل، ليصار إلى مخاطبة وزارة الإدارة المحلية ورئاسة مجلس الوزراء بضرورة تخصيص إعانة مالية لهذا الأمر. ولا نزال الآن في الموقع والعمل جاري والتشاركي، وكافة الورشات تعمل بجد وباجتهاد وبمتابعة لحظية. طيب أستاذ دوريد، أنت تحدثت في بداية الاتصال عن أن هذا السقف كان مهترئ سلفا، يعني هو اليوم بحاجة إلى صيانة مسبقا. هذا الموضوع يقع على عاتق من؟ يعني اليوم نحن فعلا بحاجة إلى هذه الظواهر الطبيعية لكي نعلم أين هي بعض المواقع التي هي بحاجة إلى ترميم مجلس المدينة، ولكن السيولة المادية أدت إلى عدم تنفيذ المطلوب. يعني يوجد أيضا الطرق مهترئة تحتاج إلى صيانة في محيط الحي. وجه السيد المحافظ بإعداد الدراسة الفورية والمتابعة اللحظية وصيانة الطرقات في الحي. ورشات النظافة وجهت إلى كامل الحي على امتداده. ورشات مديرية خدمات والصيانة أيضا إلى هذا الأمر. الحقيقة هذا الأمر يقع على عاتق الوحدة الإدارية. نعم، مجلس مدينة اللاذقية. نعم. أن تقوم بأعمال الصيانة الدورية إن وجد
إن وجدت السيولة المالية المقدرة لهذه. يعني نحن اليوم عندما نقول مجلس مدينة، يعني هذا الموضوع فعلا هو يعني ليس من اختصاصك أستاذ زورد، ولكن يجب التنويه عليه بأنه دائما عندما نقول بأن هنا ليس هناك سيولة مادية، ولكن هناك ضرائب تؤخذ من هذه المحال بشكل دوري من قبل مجلس مدينة اللاذقية، وهناك أمور أخرى كان لابد ولو النظر بصيانة ولو مبدئية. نعم، نعم، كل نعم. من حين إلى آخر. نعم. لم نصل إلى هنا. شكرا لك أستاذ دوريد مرتكوش. شكرا لك. عضو المكتب التنفيذي لقطاع المواصلات والنقل والإنشاء والتعمير والكهرباء، والسلامة أكيد للجميع. شكرا لكم.